أهلا وسهلا بك أستاذ جوليان هواري. أستاذ جوليان، أين تكمن أهمية هذا الحدث في المنطقة ولأصحاب المشاريع الجديدة ولرجال الأعمال؟ اليوم بتعرفي المنطقة المهم عم بيصير من المنطقة ان المنطقة عم تتغير. الايفنت مبلش من 4 سنين وبلشنا بحيث كنا عم نشوف ان المنطقة عم تتغير وشو المهم على المنطقة وعلى المستقبل على الشباب وعلى كل شيء. الشركات عم بأول شيء عم بيكبروا المنطقة، يعني بيكون في نووم لإلهم وللشير هولدر تاعيتهم، بس كمان أكثر شيء وشيء صار كتير مهم بالمنطقة هو الكوربريت governance، يعني حوكمة الشركة والترانسبيرنسي تبع الشركة، وهيدول كانوا الأشياء الأهم شيء ما بلشنا هيدا المؤتمر وهيدا الجوازات بلشناهم من 4 سنين. هلا شو بيعمل هيدا المؤتمر والجواز؟ مثل ما في شيء حد ما في شيء تاني هيك بالمنطقة، انه مرة بالسنة بتلاقوا كل رجال الأعمال نعم. الصغار والكبير من الشركات وبعدنا السيفل سوسايتي كلياتهم سوا وعم نتحدث على المستقبل نعم. المستقبل المنطقة والمستقبل تبع الاقتصاد تبع التكنولوجيا نعم. وكل شيء على المنطقة نعم. طب ما هي أهمية أن يكون هذا الحدث في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة الاقتصادية؟ بتعرف من سنة وشوية كنت مع صديق إماراتي وقال لي ليه عم تاخذ المؤتمر وعم تاخده من الإمارات للسعودية؟ قلت له إنه اليوم إذا السعودية بتنجح كل الخليج راح ينجح. إذا السعودية ما بتنجح كل الخليج ما راح ينجح. يعني اليوم مركز السلطة صار بالسعودية، المركز للاقتصاد صار بالسعودية، وإذا عم نتحدث على المستقبل المنطقة مهم إنه نكون وين في المركز، وين بيكون في بالإنجليزية بيقولوا center of power.